بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع عن أخطاء واشنطن القاتلة من أفغانستان إلى فلسطين المحتلة واستنفاد خيار القوة والعقوبات نقرأ في ميدل إيست آي. وفي صحيفة الثورة اليمنية مطالعة نهب ممنهج للثروة النفطية وإيراداتها تذهب إلى بنوك سعودية. هل يتحقق محور الجزائر تونس نواكشوط؟ نقرأ في موقع الإخبارية الجزائرية. في الميادين نت يسأل حسن لافي مواجهة بين حزب الله وإسرائيل عام 2002 هل هذا ممكن؟ وكاتب اليوم ميشيل كالاغاسي عن مقاله في الميادين نت أردوغان يكثف بحثه عن استراتيجية العلاقات والتوسع في أفريقيا. وفي الحدث هذا اليوم لبنان على أعتاب العام الجديد أزمات اقتصادية متراكمة وحلول سياسية مؤجلة. في جديد اليوم اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية التجارية. وضيف اليوم حسن عليق. لحظة السويس للولايات المتحدة، خطأ استراتيجي آخر سيكون الخطأ الأخير. وعبارة لحظة السويس هذه ينقلها موقع ميدل إيست آي عن أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني في فيينا في معرض وصفه للانسحاب الأمريكي من أفغانستان. سقوط كابول أو سقوط كابول ليس كلما في الأمر يقول الموقع، ففي العام 2021 جنى الرئيس جو بايدن حقا حصادا مرا إثر أخطاء استراتيجية ارتكبها أسلافه. ومثل ما حدث هذا العام ثلاثة عقود من الحوكمة العالمية الفاشلة للولايات المتحدة. حري بواشنطن أن تنظر إلى خريطة العالم وتفكر قبل أن تأخذ خطوتها التالية، فحتى الآن بات من المعروف أنها أخطأت في كل صراع شاركت فيه في هذا القرن. والآن من مصلحة الولايات المتحدة أن تضع حدا للمزيد من إراقة الدماء، ما يعني أن عليها أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران من خلال رفع العقوبات التي فرضتها على طهران. فإذا كانت تريد موازنة النفوذ الصيني والروسي المتنامي في الشرق الأوسط فهذه أكثر طريقة مضمونة لتحقق ذلك. لن تتخلى إيران عن صواريخها مثلما لن تقدم إسرائيل على إيقاف قوتها الجوية، غير أن التوصل إلى صفقة في فيينا قد يمهد الطريق لمفاوضات أمنية إقليمية في الخليج. ميزانية دفاع أكبر أمر لا يدعو إلى الاحتفال. تقول وكالة بلومبرغ الأمريكية إن فشل الكونغرس في ضبط إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لا يؤدي إلا إلى إضعاف الولايات المتحدة على المدى الطويل. يسمح القانون بإنفاق 740 مليار دولار في البنتاغون العام المقبل، وهو ما يزيد بمقدار 25 مليار دولار عن أول طلب ميزانية قدمه الرئيس جو بايدن. من الناحية الظاهرية فإن السعر الأعلى ليس محل اعتراض في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات من خصوم مثل الصين وروسيا. الحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي هو بالتأكيد هدف نبيل بحسب بلومبرغ طبعا، لكن الخطأ يكمن في الإنفاق الطائش على قدرات لا يريدها الجيش ولا يحتاجها. أجدد الترحيب بك من بيروت الصحفي في جريدة الأخبار اللبنانية حسن عليق. هل تغير المشهد في أفغانستان برأيك كان بداية تدارك الولايات المتحدة الأمريكية للأخطاء التي ارتكبتها خلال هذا القرن، وبالتالي ربما تسعى إلى وضع حد لسفك الدماء في المناطق التي خلقت فيها توترات خلال السنوات الماضية، أم فقط الأولويات تغيرت بالنسبة لواشنطن؟ أعتقد أن من الخطأ مقاربة مسألة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وفق قاعدة أن ما قامت به هو أخطاء، وبالنسبة لنا هو أخطاء وجرائم وجنايات ضد البشرية وجنايات حرب، ولكن من منظور الولايات المتحدة الأمريكية هي تقوم بما تمليه عليه طبيعتها. الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الدولة الإمبريالية، القوة الإمبريالية الأمبراطورية التي تريد أن تحكم العالم، هي تحكم العالم بالحديد والنار، بالقوة الناعمة، بالعقوبات، بالتجويع، بالحصار. هذه عدة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن القول أن ما قامت به هو أخطاء. هذه من طبيعة السياسة الخارجية الأمريكية، تدمير دول،
قتل شعوب، رمي قنابل نووية في بعد الحرب في نهاية الحرب العالمية الثانية، تدمير كمبوديا، تدمير كوريا، تدمير فيتنام، أفغانستان، العراق، تمويل انقلابات، تنظيم انقلابات دموية أو غير دموية في أمريكا اللاتينية وفي غيرها من دول العالم. هذا أمر طبيعي لا يسمى أخطاء. هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية. الخروج من أفغانستان هو بسبب فقدان الأمل بتحقيق نتائج من هذا الاحتلال الأمريكي الذي دام نحو 20 عاما. خلاص، بعد 20 عاما ما الذي ستجنيه الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي يقوى فيه خصومها، في الوقت الذي خصومها أعني طالبان، في الوقت الذي لم يتمكن فيه حلفاؤها من تثبيت حكم لهم في كابول، ولم يتمكنوا من كسب تأييد الشعب الأفغاني، وصلت الوجود الأمريكي في أفغانستان، الاحتلال الأمريكي في أفغانستان إلى أقصى مداه لناحية جباية الثمن الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يعد من الممكن تحويل الوجود الأمريكي في أفغانستان إلى قوة تهديد لدول الجوار. على العكس من ذلك، كانت الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان مثل نقطة جذب للقوى التي تريد أن تدعم أعداء الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان. يعني رأينا أن دولا مثل إيران، حتى مثل روسيا، مثل الصين، وطبعا باكستان، فتحت علاقات قوية مع طالبان ودعمت طالبان في مواجهة الوجود العسكري الأمريكي. وكان يمكن أن تتحول أفغانستان إلى بؤرة استنزاف للجيش الأمريكي بدعم من خصومها الأقليميين والدوليين. طيب، يعني الخصوم الأقليميين والدوليين الولايات المتحدة يدعمون أعدائها في داخل أفغانستان لتحويل أفغانستان إلى بؤرة استنزاف للجيش الأمريكي. الخروج من أفغانستان هو تعديل في خطط العمل الأمريكية بعدما استنفذ هذا تعديل أستاذ حسن، أيضا بسبب الفشل في هذا البلد بعد 20 عاما. صحيح، لأنه استنفذ مداه لجهة تحصيل، وهذا عفوا وهذا ما يعني ارتكاب طبعا. أخطاء، وهذا ما يعني ارتكاب خطأ كبير. لا، أنا لا أوافق على فكرة أن هذا خطأ. من منظورنا نحن هذه جريمة، جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان، ولكن طبيعة السياسة الخارجية الأمريكية هي سياسة توسعية، عدوانية، إجرامية. الولايات المتحدة الأمريكية في منظورنا تخطئ عندما لا ترتكب جرائم. من منظورها هي ارتكاب هذه الجرائم هو السياسة الطبيعية وليس الأخطاء. هذا الأمر يؤدي أحيانا إلى إرباك فشل الخطط. نعم، نسميه فشل، ولكنه ليس خطأ في أصل السياسة. مقاربة الأمر من زاوية أن هذا الأمر سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض مستوى سياستها الإجرامية، أبدا. هي اليوم ترتكب جرائم بحق الشعب السوري، ترتكب تقود واحدة من أكبر العمليات الإجرامية في التاريخ الحديث التي تجري ضد الشعب اليمني. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود هذه الحرب، وليس محمد بن سلمان والجيش السعودي. الولايات المتحدة الأمريكية هي راعية الكيان الإسرائيلي في منطقتنا. طيب، وبالتالي اليوم الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في أي منطقة بالتحديد، وما هي خيارات واشنطن لمواجهة النفوذ الروسي والصيني أيضا في هذه المرحلة؟ الولايات المتحدة الأمريكية لديها أولوية عالمية هي مواجهة الصين، ولكن لا يوجد كمان هون، لا أوافق على مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية تخفف من اهتمامها بمنطقة لمصلحة منطقة أخرى. أبدا، الولايات المتحدة الأمريكية مستنفرة في الجزء الغربي من الكوكب، في أمريكا اللاتينية تنظم انقلابات. لا نتحدث عن انقلابات منذ عشرات السنين، منذ عامين، وتتدخل في الانتخابات، وتريد اليوم مثلا إفشال تجربة الجديدة للرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا بعدما سجنته وتآمرت عليه. ولكن أولويتها القصوى في العالم، أولويتها في العالم هي مواجهة النفوذ الصيني. في منطقتنا في مواجهة الصين تستخدم كل الأدوات الممكنة. أولا، التفوق العسكري الذي تحدثت عنه بلومبرغ بصفته هدفا نبيلا كما وصفته. تخيل، هذه الصحافة التي تنتقد
الانفاق العسكري، تعتبر ان التفوق العسكري الامريكي في العالم هو هدف نبيل. نحن نتحدث هنا عن صحافة تعد مدرسة في العالم، هكذا بصفتها واحدة من أدوات هذه الأمبراطورية، هكذا تنظر إلى القوة، آلة العدوان والقتل الأمريكية. وبالتالي كنت أقول أنها في مواجهة الصين تستخدم التفوق العسكري، تستخدم التحالفات مع الدول المحيطة بالصين من اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وصولا إلى فيتنام ودول أخرى في محيط الصين. هناك سياسة الحرب التجارية التي تحاول الولايات المتحدة أن تمارسها ضد الصين، ورأينا أن هذه السياسة وصلت إلى أوجها في عهد دونالد ترامب تحديدا ضد شركة هواوي. وهناك أيضا التحالف، الضغط على الصين سواء بافتعال قضية الأويغور أو الإيغور أو طيب، واضح واضح على كل حال أستاذ أو حسن، الضغط على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أو النقطة الأخيرة وهي الضغط الشديد على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة منعهم من تمتين التحالف مع الصين. لكن هنا نقطة أخيرة لو سمحت، الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعاني من تغير العالم، لا نستطيع أن نصفه بالعالم القديم، موازين القوى في العالم تتغير. صحيح. هناك دول تصعد. طيب. القبضة الأمريكية حول العالم تخف، لم تعد بالشدة ذاتها التي كانت فيها في السابق. طيب. واضح وصلت فكرة أستاذ حسن، اسمح لي فقط لكي ننتقل إلى مواضيع أخرى لنستفيد أكثر من الوقت، إلى المحادثات النووية التي استؤنفت، وفي إسرائيل يخشون أن تقدم إيران موقفا مخففا من أجل التسويف. تحت هذا العنوان تقول صحيفة أريتس الإسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين تحدثوا مع نظرائهم الإسرائيليين وقدروا أن احتمالات أن تكون محادثات فيينا مثمرة هي احتمالات منخفضة. ورغم هذا حذر الجانب الإسرائيلي من أن استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى جولة محادثات إضافية يدل على أنها يمكن أن تتنازل عن العقوبات مقابل اتفاق لا ينجح في إحباط التقدم النووي لإيران. في إسرائيل يقدرون أن المحادثات ستستمر أسابيع طويلة، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية كانون الثاني يناير ستتجاوز إيران مستوى تكنولوجيا مهما يفرغ التفاهمات التي تحققت عام 2015 من محتواها. في المقابل يقدر مصدر دبلوماسي إسرائيلي أن الحوار مع الأمريكيين فيما خص خطة العمل البديلة في حال فشل الاتصالات مع إيران لن يتقدم في الأسابيع القريبة، لأن الأمريكيين مصممون على إعطاء فرصة لاستنفاد العملية السياسية في فيينا. أستاذ حسن، هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي إيران في هذه الجولة الثامنة من المحادثات ما لم تعطيها إياه خلال الجولات السابقة؟ أي سيناريو برأيك هو الأقرب خلال هذه الجولة الجديدة من المحادثات؟ الصحيفة تقول أنها لن تكون مثمرة، الاحتمالات منخفضة أن تنجح هذه المحادثات. بصرف النظر عن تمنيات المؤسسة الصهيونية في الكيان في فلسطين المحتلة والتي تعبر عنها هأريتس بطريقة ملطفة بشكل دائم، هناك صعوبة كبرى في هذه المفاوضات نتيجة عدم وجود ضمانات بالدرجة الأولى. هناك غياب لأي قدرة على تقديم الضمانات الكافية لعدم تكرار سيناريو ترامب. يعني ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، ما تعرضه على إيران يذكر بما تحدث به الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا عندما تحدث عن تجربة الديمقراطيات في دول العالم الثالث، حيث تأتي قوى ثورية أو يسارية أو معادية للهيمنة تقوم بإصلاحات، الولايات المتحدة الأمريكية تقابلها بالضغط والحصار، تسقط هذا النظام إما بالانتخابات وإما بانقلاب. بعد 4 سنوات يأتي نظام تابع للولايات المتحدة الأمريكية فيقوم بكسر وتدمير كل الإصلاحات التي أنجزت لتعود الأمور إلى ما كانت عليه أو أسوأ مما كانت عليه. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لإيران علينا أن نعقد اتفاقا، ولكن بعد 4 سنوات ربما يأتي رئيس جمهوري مثل ترامب وينسحب من الاتفاق مرة جديدة، وتعود إيران إلى نقطة الصفر من جهة العقوبات والحصار ومحاولة تجويع شعبها وكسر اقتصادها، رغم أن سياسة كسر الاقتصاد الإيراني أثبتت أرقام العام 2021 أنها لم تنجح رغم كل الصعوبات.
إيران تتقدم على مستوى الشرق الأوسط نحو الدولة الأولى اقتصاديا بلا منازع رغم طيب. الحصار ورغم العقوبات. صحيح. ولكن طيب. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث أكثر عن جانب نعم. الإسرائيلي بما أن هذه الصحيفة إسرائيلية. يقول نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة أجراها مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران تتفاوض في هذه الجولة من موقع ضعيف. ألا يعكس هذا الكلام أمل الإسرائيليين في أن تكون إيران فعلا ضعيفة في هذه الجولة من المفاوضات رغم أن الواقع يقول غير ذلك؟ نفتالي بنت وغالبية المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين في كيان العدو يتصرفون كما لو أنهم طرف مسموع الكلمة في هذه المفاوضات، يعتبرون أن ضغطهم على إيران أو تهديدهم إيران بإمكانية القيام بعدوان عسكري عليها يؤدي إلى تليين موقفها في المفاوضات، رغم أن الجميع في فلسطين المحتلة جميعا بيدهم الأمر، وفي محور المقاومة وفي إيران وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعرفون أن التصريحات الإسرائيلية التي تزعم أن العدو يحضر لحرب أو لعدوان على إيران هي تصريحات بلا طائل، هي جعجعة لا معنى لها. وبنفس السياق حديث نفتالي بنت هو يتصرف مع المفاوضات النووية، هو يقف خارج الغرفة، هو خارج الطاولة، ويريد أن يقول لجمهوره في الكيان أنه جزء من هذه المفاوضات، بينما الجميع يعرف أنه لا صلة له بهذه المفاوضات، ويقدم هذه التصريحات كما لو أنه يخوض معركة انتخابية داخلية. ولكن الجميع، جميع من بيدهم الأمر يعرفون أن العدو الصهيوني أعجز من أن يجرؤ على تنفيذ عملية ضد إيران لا يزال يهدد بها منذ منتصف التسعينات. ننتقل الآن يعني عادة إلى الملف عادة اليمن. نأخذ على محورنا وعلى الدول العربية أنها تكثر من التهديدات إذا ولا وتقلل من الأفعال. إذا أخذنا التهديدات التي تطلقها إسرائيل ضد إيران منذ منتصف التسعينات حتى اليوم لجمعنا مجلدات وكتب بهذه التهديدات الفارغة. طيب واضح. أستاذ حسن صحيح. اسمح لي فقط فضل. لكي نستفيد أكثر من الوقت لدينا الكثير من فضل. المواد أعذرني ولكن لا تفضل. يعني أتمنى عليك أن تكون الإجابات مختصرة قليلا. ننتقل الآن إلى الملف اليمني. نهب ممنهج للثروة النفطية وإيراداتها تذهب إلى بنوك سعودية. تقرير في صحيفة الثورة اليمنية ينقل عن مصادر في وزارة النفط والمعادن قولها أن قيمة الكميات النفطية التي نهبتها دول التحالف السعودي تجاوزت 20 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن جزءا منها يستخدم في تمويل الحرب العدوانية فيما يذهب النصيب الأوفر إلى حسابات النفط والبنك الأهلي السعودي. يمثل الاحتياطي النفطي والغازي الهائل اليمن واحدا من أسباب الصراع الدولي والإقليمي، كما أن اليمن يمتلك موانئ استراتيجية مهمة مطلة على أهم الممرات الدولية والمياه العميقة المتصلة بالمحيط الهندي، ولا سيما موانئ الحديدة وعدن والمكلا ونشطون. ولو استغلت هذه الموانئ بشكل صحيح لشكلت أهم روافد الدخل القومي اليمني. أكثر من 20 مليار دولار قيمة كميات النفط التي نهبتها دول التحالف السعودي خلال السنوات الماضية، وجزء منها يستخدم في الحرب المستمرة على اليمن. الاحتياط النفطي أستاذ حسن والغازي الكبير، هل هو كاف لتثبيت الخارطة الجيوسياسية التي رسمتها الحرب، وبالتالي كل الدول ستحاول المحافظة على مصالحها في اليمن، وما هي خيارات صنعاء أمام هذا الواقع؟ لم أسمع السؤال. كنت أتحدث عن هذه أو هذا الرقم الذي تحدثت عنه الصحيفة طبعا بحسب مصادر من صنعاء عن 20 مليار دولار قيمة كميات النفط التي نهبتها دول التحالف السعودي. علينا أن ننظر إلى حرب اليمن بصفتها حربا استعمارية بالمعنى التقليدي للكلمة. هناك دولة نظام هو النظام السعودي وإلى جانبه النظام الإماراتي، وهي تصرفان كما لو أن اليمن المستقل والقوي والقادر على أن يكون دولة طبيعية، وطبعا اليمن الموحد هو خطر وجودي على هذه الأنظمة، كما أي دولة استعمارية في العالم تنظر إلى الدول التي تريد إضعافها وتريد إبقاء عليها في حالة فقر وعوز وإبقاء شعبها محاصرا ويعيش بكفاف يومه بالحد الأقصى.
أو إبقاء هذا الشعب بحاجة إلى هذه الدول، يعني الشعب السعودية والإمارات يريدان للشعب اليمني أن يبقى شعبا محتاجا للمساعدات السعودية والإماراتية، نحن نعطيكم مصروفكم. وبالتالي حرب اليوم، الحرب، العدوان السعودي الإماراتي ومن خلفه الأمريكي الإسرائيلي البريطاني الأسترالي على اليمن والأوروبي طبعا، هي حرب متعددة الأوجه. هناك أولا الخوف من اليمن المستقل كقوة سياسية وسكانية كبيرة، هناك الخوف من اليمن المستقل والمزدهر اقتصاديا. هذا الأمر يؤثر على موانئ الإمارات في أن هناك إمكانيات، لا أقول أنه مباشرة يمكن أن يشكل خطر، ولكن يمكن أن يشكل خطرا مستقبليا أو منافسا مستقبليا لموانئ الإمارات ولمطارات الإمارات. وهذا هذه الدولة اليمن لديها ثروات طبيعية كبيرة يمكنها أن يعني هي تسيطر على ممر مائي عالمي كبير، أعني به باب المندب، هناك سواحل طويلة، هناك موقع جغرافي مهم واستراتيجي. هذا الأمر يحمل إمكانية منافسة جدية مع دول الخليج الأخرى، لا أقول بعد سنوات ولكن على الأقل بعد عقود. وبالتالي هناك الجانب السياسي، هناك الجانب العسكري في هذه الحرب، وهناك الجانب الاقتصادي الشديد الأهمية أيضا في هذه الحرب. الدول الخليج تريد وضع اليمن، دول الخليج أعني بها النظام السعودي والنظام الإماراتي، يريدان وضع اليد على ثروات اليمن ونهبها ومنع اليمن من التحول أو من استغلال إمكاناته لتكوين اقتصاد قوي مستقبلا. لماذا تريد هذه الدول استمرار الحرب ومواصلة نهب ثروات اليمن؟ على كل حال نختم جولتنا من موقع الإخباري الجزائري ومقال تحت عنوان هل يتحقق محور الجزائر تونس نواكشوط؟ يقول الكاتب حسان زهار إن زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر تطرح فكرة قوية بإمكانية إعادة تشكيل اتحاد المغرب العربي بمن حضر، أي بعيدا عن المغرب الذي سقط في الحجر الصهيوني، وبعيدا ولو مؤقتا أيضا عن ليبيا التي ما زالت الأوضاع الأمنية والسياسية فيها غير مستقرة بعد، لتشمل فقط الدول الثلاث المتبقية وهي الجزائر وتونس وموريتانيا. وما يدفع إلى هذا الاعتقاد هو أن زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر التي كانت بدعوة من الرئيس الجزائري جاءت بعد أيام قليلة فقط من الزيارة التي قام بها الرئيس تبون لتونس، والتقى خلالها الرئيس قيس سعيد وكبار المسؤولين التونسيين، والتي تكللت باتفاقيات مشتركة كثيرة وقرض مالي من الجزائر لتونس. إذن بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري إلى تونس اليوم أو أمس وصل الرئيس الموريتاني إلى الجزائر، كيف أو في أي إطار تضع هذا التقارب بين هذه الدول الثلاث تونس الجزائر موريتانيا في هذه المرحلة؟ وإلى أي مدى برأيك الخلاف الأخير بين الجزائر والمغرب والسلوك التطبيعي للمغرب مع إسرائيل ربما يطرح فكرة إعادة تشكيل اتحاد المغرب العربي ويقتصر على هذه الدول الثلاث من دون المغرب بسبب الخلافات طبعا والسلوك التطبيعي للمغرب وليبيا أيضا بطبيعة الحال بسبب المشهد السياسي المعقد فيها؟ مسألة إعادة إحياء الاتحاد المغربي، الاتحاد المغربي العربي، الأمر بحاجة إلى فحص النوايا الموريتانية والتونسية بسبب تحديدا الوضع في تونس وحسم النظام في تونس خياراته على المستوى الداخلي والخارجي، وأيضا يجب تفحص إمكانية قدرة موريتانيا على أداء هذا الدور أو أن تكون في مواجهة المغرب إلى هذه الدرجة. هذا الأمر يحتاج إلى وقت من أجل أن تكشف مداه. ولكن ما يجري في المغرب العربي، في منطقة المغرب العربي، هو في جزء منه ناتج عن حيوية جزائرية داخلية وخارجية بعد سنوات من الانكفاء الجزائري إذا صح التعبير. طبعا أتى الخيار التطبيعي أو الخيار التطبيعي العلني بهذه الوقاحة للنظام المغربي، هو ما بقى لازم نستعمل تعبير تطبيع، هو
عقد تحالف استراتيجي بين النظام المغربي والنظام الصهيوني، تماما كما قامت النظام الإماراتي عقد تحالف استراتيجي مع العدو الإسرائيلي. هذا التحالف بين النظام المغربي والنظام الصهيوني زاد الحيوية الخارجية الجزائرية، زاد من تحفيز الجزائر على تصرف كما على اعتبار أن سياسات النظام المغربي وليس طبيعة النظام تشكل خطرا سياسيا واستراتيجيا على الأمن القومي للجزائر ولدول الجوار، وهذا الأمر يدفع الجزائر للقيام بخطوات مثل تحسين العلاقات مع الدول العربية الأخرى في المحيط. أستاذ حسن، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ننتقل الآن إلى فقرة كاتب اليوم، حيث نسأل الكاتب السوري ميشيل كالغاصي عن مقاله في الميادينات بعنوان أردوغان يكثف بحثه عن استراتيجية العلاقات والتوسع في أفريقيا. نتابع بداية أبرز ما ورد في هذا المقال ثم نحاور. أردوغان يكثف بحثه عن استراتيجية العلاقات والتوسع في أفريقيا، ميشيل كالغاصي، الميادينات. منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة شكلت القارة السمراء إحدى الأولويات الرئيسية لسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الخارجية، الذي قام بخمسين زيارة إلى ثلاثين دولة أفريقية. في تشرين الأول أكتوبر اختتم المنتدى الاقتصادي والتجاري الأفريقي التركي الثالث أعماله في إسطنبول، واعتبر مقدمة للقمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية التي أرادتها أنقرة لإظهار نجاح التعاون الاستراتيجي الجديد بين تركيا ودول القارة السوداء. في السنوات الأخيرة كثفت تركيا أنشطتها التجارية مع الدول الأفريقية، وتجاوز حجم تبادلها التجاري معها 25 مليار دولار منذ العام 2020، وارتفعت الاستثمارات التركية إلى 7 مليارات دولار، كما زاد عدد مبعثاتها الدبلوماسية في أفريقيا من 12 إلى 43 بعثة. وباتت تركيا تتحدث عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأفريقي وسعيها نحو تحقيق ربح مشترك وعلاقات استراتيجية طويلة الأمد، إضافة إلى اهتمامها بالثروات الأفريقية وتوافر الأيادي العاملة والأجور المنخفضة، فضلا عن العزف التوسعي العثماني المستند لاعتبار شمال أفريقيا جزءا من الإمبراطورية العثمانية. إن سعي تركيا لإقامة عدد من القواعد العسكرية في أفريقيا يؤكد حرصها على إيجاد موطئ قدم ثابت لحماية مصالحها هناك. وأخيرا باتت التحركات التركية تجاه القارة الأفريقية تثير حفيظة عدة دول كالصين وفرنسا، إذ تتوجس الأولى من تفوق الصناعات العسكرية التركية مقارنة بأسعارها، فيما تتخوف الثانية من تنامي المعارضة الأفريقية للوجود الفرنسي في أغلبية الدول الأفريقية بالتوازي مع المد التركي هناك. نتحدث أكثر عن هذا المقال مع الكاتب السوري ميشيل كالغاصي من حلب. أهلا بك أستاذ ميشيل. إذن العلاقة السيئة بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتعليق الأخير انضمام تركيا إليه قد تكون أحد أبرز الأسباب لهذا التوجه التركي نحو القارة الأفريقية، لكن ما هي العوامل الأبرز التي دفعت تركيا إلى التركيز على هذه القارة السمراء، وكيف يمكن لأنقرة الاستفادة من التعاون التجاري والاقتصادي وحتى التواجد العسكري في بعض الدول الأفريقية؟ نعم، صباح الخير لكم جميعا. لابد من الحديث عن الموقف التركي أو السياسة الخارجية التركية من عدة زوايا. اليوم نتحدث عن أفريقيا، عن التوجه نحو أفريقيا، لكن سبق وتحدثنا في مقالات سابقة وعبر شاشتكم حتى عن الاتجاه التركي نحو القارة الآسيوية والتعاطي القديم الجديد المستمر الدائم مع القارة الأوروبية. بالنسبة لحكومة العدالة والتنمية منذ أن اعتلت سدة السلطة في تركيا منذ 2002 وضعت نصب عيونها
الاتجاه نحو القارة الأفريقية، وذلك لأسباب كثيرة وخطيرة حتى. يمكن ربط هذه الأمور بما يجري في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في فلسطين المحتلة وصفقة القرن. إذا كان الحديث يبدو متباعد الأطراف، دعنا نربط الأمور قليلا. تحتاج سأبدأ من النهاية وأعود إلى تركيا. تحتاج صفقة القرن إلى أموال وإلى هدوء. رأس المال كما هو معروف هو جبان ويحتاج إلى هدوء في الساحة. فكانت القوات العدو الإسرائيلي تقدم خدماتها الجليلة للمزدوجين للقوات الأمريكية التي تقود المشروع على الأرض من حيث القوات العسكرية وتخدم مشاريعها. يمكننا ملاحظة حاليا ما يجري استبدال الجيش الإسرائيلي بالجيش التركي. فيتواجد الجيش التركي حيث تريد واشنطن، أو تريدها أن تكون أو تكون إلى جوارها، كما رأينا في أفغانستان وفي ساحات أخرى في ليبيا وفي غيرها. هذا الموضوع يتطلب هدوء اقتصادي وازدهار بين مزدوجين كما أرادوها عناوين لصفقة الاستسلام والانبطاح، لتكون دولة كيان العدو الإسرائيلي بين مزدوجين، كي تكون البنك الأول أو المركز الاقتصادي الأول في العالم، حيث تتحرك الأموال يمنة ويسرة وتكون مركزا حيويا للعالم. سنعود إلى أفريقيا كي نربط موضوعين. بالنسبة للتواجد التركي في أفريقيا، هو قديم جديد، يسير عبر المخطط العثماني أو العثمنة الجديدة، أحياه أردوغان بطريقة أو أخرى. هو يتحرك عبر محاور ثلاث وفق مخطط عنوانه إعلامي أو ظاهري أو منطقي حتى، أنه كالبحث عن الأيدي العاملة الرخيصة والبحث عن الثروات وما شابه. لكن هذا لا يستدعي بالضرورة أن تتكلف تركيا مبالغ باهظة وتحرك جيوشها آلاف الأميال. من يدفع تكاليف هذه الجيوش؟ هذا تأكيد ما ذكرناه في البداية. تتحرك تركيا باتجاه القارة الأفريقية. ثواني لو سمحت دعني أكمل فكرتي. كانت تتحرك تركيا على مستوى شرق أفريقيا، وثم تحركت باتجاه السواحل الأفريقية لكنها غربا، لكنها الآن تتجه نحو عمق الغرب الأفريقي، بما يعني السودان الغربي جغرافيا، السودان الغربي، ونقصد به مالي وسيراليون وتوغو ونيجيريا والنيجر دول عديدة تتمركز بداية حول بحيرة تشاد. ما غايتها من الذهاب إلى هناك؟ الأتراك هم أشاعوا أو أعلنوا عن نفسهم. ففي زيارة رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى نيجيريا، رافقته حملة إعلامية ضخمة من أجهزة الإعلام الرسمية التركية، حاولت تسليط الضوء على هذه الزيارة. من أي زاوية؟ من زاوية العلاقات، أرادت إحياء أو تذكير من لا يعرف أو إعطاء سبب مبرر للعالم أنه لماذا هم موجودون في نيجيريا أو في أفريقيا. أرادت إحياء علاقات السلاطين العثمانيين. اسمح لي فقط، الفكرة واضحة الفكرة سيد ميشيل، ولكن للأسف دهمنا الوقت. اسمح لي أن نشرك معنا ضيفنا أيضا حول هذا الموضوع، الصحفي حسن عليق. تركيا التي كانت تعتبر شمال أفريقيا جزءا من الإمبراطورية العثمانية، هل يمكن لها اليوم من خلال تواجدها في هذه القارة أن تنافس النفوذ الأمريكي، الصيني، الفرنسي مثلا؟ منافسة الصين والولايات المتحدة الأمريكية من قبل دولة كتركيا هو أمر غير واقعي. الدولة الفرنسي أمر آخر، لأن فرنسا دولة تضعف سنة بعد سنة. إنما يجب أن نظر إلى، أعتقد أنه يجب أن نظر إلى تركيا من زاوية موقعها الاستراتيجي الجيوسياسي. تركيا هي دولة أطلسية تبحث لها عن إمكانية توسيع الهوامش بعيدا عن الأطلسي. لا أقول أنها تريد الافتراق عن الأطلسي، لا، تريد أن تبقى دولة أطلسية ولكن مع توسيع هامشها. وهي دولة تجيد في خاصة في عهد العدالة والتنمية، يعني حتى لو كانت هذه التجربة هي تجربة خصم وأحيانا تصرفت كعدو، مثل ما تفعل في سوريا. هذه الدولة، هذه التجربة التي يخوضها حزب العدالة والتنمية في السلطة منذ 19 عاما، هي تجربة فيها الكثير من الحيوية، فيها الكثير من
الدهاء، فيها الكثير من الأخطاء والخطايا أيضا والجرائم كما جرى في سوريا تحديدا، ولكن تجربة تستحق الدراسة والتعامل معها وتفكيك هذه التجربة لمعرفة كيف وصلت إلى هذا. اسمح لي أن أعود إلى ضيفي. التجربة تجيد هذا النظام، يجيد اقتناص الفرص على المستوى الاقتصادي منذ أن والمستوى السياسي والعسكري منذ أن قرر وقف الخروج عن عتبة الاتحاد الأوروبي والتصرف مع الأوروبيين على قاعدة لا تريدوننا فإذا ندير ظهرنا لكم ونبحث عن أستاذ حسن صحيح. اسمح لي أن أعود من جديد إلى ضيفنا أستاذ ميشيل كالغاصي. كما قال السيد حسن عليق، لا يمكن لتركيا أن تواجه هذا النفوذ مثلا الصيني أو الأمريكي في هذه القارة، لكن هذا التواجد التركي في القارة الأفريقية إلى أي مدى يقلق هذه الدول مثلا مثل فرنسا وأمريكا والصين أيضا؟ باختصار لو سمحت. بالتأكيد هي باختصار شديد، هي بالتأكيد لا تملك من الحجم كي تنافس الصين، وأتفق مع الأستاذ وأوجه له التحية، أنها تستطيع أن تنافس فرنسا التي تتراجع يوما بعد يوم، لكن هي تستطيع أن تزعج وتزاحم ولا تنافس، تزاحم، تتواجد في المناطق الحيوية والمناطق الساخنة في العالم. وجودها في تركيا في قارة أفريقيا يزعج الصينيين، هم يقدمون بضائعهم العسكرية، سلعهم العسكرية وغيرها، يقدمونها بمزايا لا تبتعد كثيرا عن المزايا البضائع الصينية، لكن تتميز عنها برخص أسمانها وبالتسهيلات التي تقدمها تركيا، فهي مصدر إزعاج للصين أكثر مما هي منافسة للصين. أما فرنسا فتتعرض إلى مواجهة حقيقية من تركيا ومن أي جهة أخرى حتى نتيجة الضعف الفرنسي المتزايد عاما. شكرا جزيلا لك. إذا سمحت لي بنقطة باختصار لو سمحت عليها، الأتراك بالذهنية التي رأيناهم بها عبر التاريخ وأسلافهم السلاطين وغيرها، رأيناهم أنهم يتلقون الرشاوي، يقبلون الرشاوي. على سبيل المثال، نالوا حصة من الأراضي السورية في لواء الإسكندرون السليم كهدية أو كرشوة دعني أسميها، مقابل خوض الحرب العالمية إلى جانب الدول المحور. وحاليا تتجه كمان تركيا تتجه إلى أفريقيا أيضا بداعي الرشوة، هي تنال حصتها من الولايات المتحدة، هناك من يمول جيوشها وهناك من يعطيها الفرصة كي تتمدد في أفريقيا. هي دائما تبحث عن الانتشاريين، قصدت بالرشوة. طيب واضح أستاذ ميشيل، اسمح لي فقط ولكن للأسف انتهى وقت هذه الفقرة. شكرا جزيلا لك على وشكرا لتفهمك طبعا أستاذ ميشيل كالغاصي الكاتب السوري، كنت معنا من حلب. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى جولة على الميادين نت، نبدأها من موقعنا بالعربية حيث تتابعون آخر تطورات في المنطقة والعالم، إلى جانب إضاءة وتقارير مميزة عن حصاد العام 2021. من صفحة المقالات يكتب حسن لافي عن احتمالات المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في العام 2021، منطلقا مما يقول إنه بروز لقواعد اشتباك مغايرة للسابق نتيجة تغير البيئة الاستراتيجية في المنطقة. وفي الحصاد الثقافي لهذا اليوم، سوريا إبداع رغم الحرب للكاتب بديع صنيج. وفي الصفحة الصحية نقرأ أمريكا تخفض فترة الحجر الصحي للمصابين بكورونا إلى النصف. والآن إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية حيث تتابعون آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم. في صفحة السياسة وضمن التغطية الخاصة لنهاية العام 2021، تكتب محررة الميادين ليا عقيل عن إثيوبيا ومشهد انعدام الأمان الذي طغى عليها. وفي صفحة المقالات يتحدث أليك تشارلز عن طبيعة الحكام والسياسيين بين من يسعى وراء السلطة من أجل المكانة وبين من هو مدفوع بالفرص المثيرة التي تتيحها حيازة السلطة. وتشاهدون في الموقع أيضا هذا الفيديو، ساعد على إنهاء الفصل العنصري ودعم القضية الفلسطينية وفاة الأسقف ديزموند توتو. والآن إلى موقع الميادين إسبانول حيث نقرأ بالإسبانية أخبار العالم العربي وأمريكا اللاتينية والعالم. والبداية من هذا التقرير، غسان بن جدو مادورو زعيم كبير من عالم الجنوب تحدث بنبض الرئيس المقاوم وقبضة تشافيز القائد وبشموخ شعبه الأبي وعناد جيشه الثوري. هذا ما قاله رئيس مجلس إدارة قناة الميادين للميادين إسبانول في رده على سؤال لموقع الميادين إسبانول حول الحوار الذي أجراه مع الرئيس نيكولاس مادورو. ومن صفحة الفيديوهات يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو بعنوان عام الفوز التقدمي في أمريكا اللاتينية بعدما صوتت تشيلي والبيرو وهندوراس لمرشحين من اليسار يمثلون التغيير لصالح المطالب الاجتماعية.
والختام من صفحة الكاريكاتير وتحية من الفنان خورخي إلى المناضل جنوب أفريقي الراحل ديزموند توتو، يقول فيها: إذا كنت حياديا أمام الظلم فتكون قد اخترت الوقوف مع الظالم. الحدث هذا اليوم وجديد اليوم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الرئيس اللبناني ميشيل عون يدعو إلى حوار لبناني عناوينه اللامركزية الإدارية والمالية والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي. ورئيس الوزراء يقول إن البلد يقف أمام عام مصيري جديد على أبواب إجراء انتخابات تعيد رسم المشهد السياسي الداخلي. فأي مشهد سينفتح عليه الوضع اللبناني في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتداخلة؟ إلى الحدث هذا اليوم. ولكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم، يصحبنا الزميل حسان الرفاعي في جولة على عناوين بعض الصحف المحلية الصادرة في بيروت لهذا اليوم. مرحبا حسان، تفضل. صباح الخير أحمد. نبدأ جولتنا من جريدة الأخبار التي انطلقت من كلمة الرئيس ميشيل عون التي ألقاها مساء أمس، حيث نقرأ: عون يدعو إلى حوار وطني حول ثالوث سياسي اقتصادي دفاعي. وتتوقف الصحيفة عند تحديد رئيس الجمهورية جدول أعمال هذا الحوار الوطني بثلاثة بنود، هي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. ومن جريدة الأخبار ننتقل إلى صحيفة البناء لنقرأ: عون لحوار وطني ومولوي الانتخابات في 15 أيار وسباق مع كورونا. ننتقل إلى صحيفة الجمهورية التي ركزت على انفجار الرابع من آب، حيث عنونت: تطورات سيشهدها ملف التحقيق في انفجار المرفأ. وتنقل الصحيفة عن مصادر لم تسميها أن ملف التحقيق العدلي في الانفجار سيشهد تطورات مع بداية السنة الجديدة من دون أن تحدد ماهية هذه التطورات. أما في جريدة النهار التي لخصت العام اللبناني بأبرز المشاهد التي خرجت إلى العلن، نطالع: طوابير البنزين طبعت عام 2021 وامتدت إلى حليب الأطفال وجوازات السفر والخبز والغاز. وبالعودة إلى جريدة البناء نقرأ مقال يقدم مقاربة بين المسارين السياسيين بين العراق في العراق ولبنان تحت عنوان: ماذا يعني تثبيت نتائج الانتخابات العراقية؟ يشير الصحفي ناصر أنديل إلى التناظر في العديد من الاستحقاقات السياسية بين البلدين، ليخلص إلى القول أن الانتخابات في لبنان ستجري بصفتها آلية لإعادة إنتاج شرعية صناعة التسويات، لا بصفتها ساحة لمواجهة حسم الهويات عبر الأغلبية، وأن ما يسمى قوى ثورية لن يبرز كطرف وازن في النتائج كما قالت نتائج الانتخابات العراقية، وأن القوى التقليدية ستبقى عنوان التنافس، وأن إعادة توزيع الأحجام بين هذه القوى لن ينقل لبنان من ضفة إلى ضفة كما لم تنقل في العراق. أحمد، شكرا جزيلا لك مراسل ميادين حسن الرفاعي، كنت معنا من بيروت. أعود إلى ضيفي الأستاذ حسن علاق، صحفي في جريدة الأخبار اللبنانية. أستاذ حسن، الرئيس ميشيل عون في خطاب بختام هذا العام تطرق إلى عناوين ونقاط كثيرة مهمة، تحدث عن اللامركزية الإدارية والمالية والحل يجب أن يكون بالانتقال إلى دولة مدنية، أيضا تطرق إلى استراتيجية دفاعية، تحدث عن تعطيل متعمد وممنهج وغيرها من الأفكار. في قراءة سريعة لهذا الخطاب، ماذا تقول وماذا يعكس ما قاله الرئيس ميشيل عون يوم أمس؟ خطاب الرئيس ميشيل عون يعكس أزمة حقيقية تعيشها البلاد بسبب الانهيار الاقتصادي الشامل الذي دخلت فيه رسميا منذ أيلول عام 2019، ويعكس انسدادا للأفق السياسي تحديدا داخل ما يسمى تحالف 8 آذار والتيار الوطني الحر، هذا التحالف الذي انتهى عمليا ولا يوجد في الأفق إمكانيات لإحيائه قريبا، لا أقول أنه لن يعاد إحيائه، ربما في الانتخابات النيابية نشهد إحيائه، ولكن اليوم لا يوجد إمكانيات لإعادة إحياء هذا التحالف. يعكس أزمة على مستوى الحكومة المتوقفة عن العمل بسبب أزمة التحقيق في انفجار المرفأ وأداء القاضي طارق البيطار،
ويعكس قبل ذلك كله أزمة نظام سياسي في لبنان عاجز عن العمل، عاجز عن تحسين حياة اللبنانيين، عاجز عن تطوير الاقتصاد، لا بل أوصلنا إلى انهيار هذا النظام السياسي منذ خروج الجيش السوري في لبنان من لبنان في العام 2005. هو عاجز عن العمل بشكل طبيعي سنتين متتاليتين من دون أزمة على المستوى الرئاسي أو على المستوى النيابي أو على المستوى الحكومي أو على مستوى باقي المؤسسات والإدارات العامة. هناك هذا إضافة إلى الانقسام السياسي ومشكلة العلاقات الخارجية اللبنانية غير المحسومة وغير الواضحة. هذه الأزمات مجتمعة انفجرت في عهد الرئيس ميشيل عون، رغم أن جذورها تعود إلى سنوات وعقود سابقة. اليوم لبنان أمام مأزق كبير. ما طرحه الرئيس عون هو يفتح بابا للخروج من الأزمة. لا أقول هذه الأزمة أصعب من أن تحل بطاولة حوار. كيف يفتح بابا؟ تقول منذ قليل حضرتك أنه هناك انسداد. صحيح. عم اقول كيف عم نكمل الجمله، عم اقول الازمه في لبنان اعمق واكبر واكثر كارثيه من ان تحل بطاوله حوار، ولكن يعني ستبقى الدعوه الى حوار وطني ستبقى مجرد فكره، يعني لن تتم ترجمتها فعليا على الارض. اعتقد انه في جزء كبير من اللبنانيين سيقاطع، من القوى السياسيه ليس من اللبنانيين، سيقاطع طاوله الحوار في حال دعا اليها الرئيس ميشيل عون. يعني تيار المستقبل سيقول ان هذا الامر اختصاص للحكومه، رئيس الحكومه ايضا في رده يوحي بذلك، القوات اللبنانيه يصعب ان تشارك، هناك قوى عديده قد ترفض الجلوس على طاولة حوار مع الرئيس. يعني عفوا، برأيك كل هذا الخطاب، هذا الخطاب بكل عناوينه، برأيك سيزيد الشرخ بين الأفرقاء السياسيين أكثر في الفترة المقبلة، وبالتالي لا انعقاد لمجلس الوزراء قريبا؟ لن يزيد الشرخ، ولكنه لم يقدم خطوة أكثر من السجال مع الخصوم. ولكن هو تحدث عن تعطيل متعمد وممنهج، يعني هناك اتهام لأطراف في داخل لبناني. صحيح، هذا ما كنت أقوله، أنه هو أضاف مادة إلى السجال تحديدا مع الرئيس نبيه بري، مع عتب كبير على، مع تسجيل عتب كبير على حزب الله، طبعا من دون تسمية لا الرئيس بري ولا حزب الله. كنت أقول أنه المسألة التي طرحها الرئيس ميشيل عون كبند ثالث على طاولة الحوار التي يريد أو اقترح الدعوة إليها، هو مسألة مناقشة خطة التعافي المالي. نحن في دولة تعيش انهيارا غير مسبوقا في العالم في التاريخ الحديث بحسب البنك الدولي، ورغم ذلك حتى اليوم الدولة اللبنانية لم تتمكن من وضع خطة، رغم مرور أكثر من سنتين على بداية الانهيار رسميا، لم تتمكن من وضع خطة قابلة للتطبيق أو خطة يمكن الاستمرار بها. الخطة الوحيدة التي وضعت تم إسقاطها في المجلس النيابي في منتصف العام 2020، وبالتالي هذا أمر مفتاحي. يعني هو رئيس الجمهورية يقول للناس أنه لا يمكن الخروج من هذه الكارثة من دون الاتفاق على خطة للتعافي المالي، ومن هنا أقول هذا الأمر يفتح بابا ما، ولكن لا يعني أنه سيخرجنا من حالة الانهيار. طيب في ختام كلمته باختصار لو سمحت، يقول آمل ألا أضطر إلى أن أقول أكثر بعدما كانت رسالته رسالة مصارحة كما قال، ماذا يقصد وهل سيضطر إلى قول أكثر من ذلك، وما الذي يمكن أن يقوله؟ من الآخر أعتقد أنه هذه العبارة تحديدا هي موجهة لحليف الرئيس ميشيل عون وهو قيادة حزب الله. هو يقول لهم لا تضطروني أن أصعد أكثر في وجهكم. نعم. أريد منكم أن تضغطوا على الرئيس نبيه بري من أجل تنفيذ عدد من الأمور، على رأسها العودة إلى مجلس الوزراء وإعادة تشغيل مجلس الوزراء والتعيينات التي تحتاجها الدولة. نعم. ويحتاجها التيار الوطني الحر، وعدم الضغط أكثر على التيار الوطني الحر. يعني توقف الرئيس بري عن ممارسة الضغط على التيار الوطني الحر ورئيسه. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة وجديد اليوم. تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لاعتداء
جوي إسرائيلي بالصواريخ على مرفأ لاذقية مستهدفا ساحة الحاويات. وذكر مصدر عسكري سوري أن الاعتداء جرى برشقات صاروخية أطلقت من عمق البحر المتوسط غربي مدينة اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال حرائق في المكان وخلف أضرارا مادية كبيرة. كل الشكر لك الصحفي في جريدة الأخبار اللبنانية حسن عليق، كنت معنا من بيروت، والشكر لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. بالحبر الجديد انتهى.